جينا بقى للبلاي ستيشن، الاستاذ ادهم من الفريق الاحمر هيلعب هو والاستاذ رغد من الفريق الاصفر السباق بتاع العربيات. بتلعبوا دايما بلاي ستيشن؟ يعني عارفين هتعملوا ايه. اوكي، اهم حاجه نصيحتي ليكوا ان انتوا لما تلاقوا بنزين فولوا، خدوه وانتوا في الطريق وبتجروا. اوكي، العربيات هنا بتقف من البنزين. ماشي، جاهزين تشجعوا؟ وانت اخوك اسمه ايه؟ مارتن اللي جه علشان قعد معانا عشان يشجع، جالك مخصوص، جالك انت مخصوص عشان يشجع. تشجع يا لولو، يلا هراب، يلا ايوه يلا شجع رغد، شجع ادهم ووتو وان اند جو. رغد بالعربيه الصفراء و ادهم بالعربيه الحمراء، وواضح انه متمكن. بس على مين؟ رغد عدته، برافو يا دودو. رغد في ال 18. ادهم عدى وفول، برافو. بقى في العاشر، واو يا ادهم، واو يا ادهم. ادهم في المركز العاشر، ورغد في ال 19. حسبي يا رغد، تاسع، واو واو، برافو يا ادهم. ادهم عامل شغل عالي. معلش يا رغد، معلش يا رغد. يلا انكل بيقولك برافو يا رغد. ادهم ادهم رغد في ال 19 وادهم في الخامس. اوف، معلش يا دودي. بقى في السادس حالا، مش اتقلبت العربيه، حاسب ما تعديوش منك. ايوه كده، ما عديته. بقى في السابع هيعديه، بقى في السابع لسه اوت، بقى في التاسع فعلا. رغد بقى في ال 11، تقدم عنيف، برافو برافو يا ايه ده؟ ده ايه بلوت تويست ده؟ رغد بقت في العشرة، برافو. وادهم مركز في البنزين وفي المركز الرابع، رغد بقت في السابع، برافو يا رغد، قوي قوي قوي، حافظي على هذا المستوى. اللفة الأخيرة، رغد في السادس وادهم في الثالث. الله يا رغد عليك يا بنتي، الله يا بنتي والله. معلش عادي كملي، بقت في الخامس، الله يا رغد، هتاخد بنزين كمان، الله يا بنتي، الله يا ادهم. ادهم ادهم لاول مره في السباق ده نوصل للمركز الثالث من الثلاثه الاوائل، لاول مره يا ابني بشوف الكاس ده بيطلع لي، والله يا ابني لعبه حلوه. ورغد، رغد كانت في 19 بقت في الخامس، ودي حاجه يعني جريت جوب والله، في الاواخر لحقتي نفسك. لا لعبه حلوه جدا جدا جدا، يلا نروح نكمل لعبنا ونشوف هنعمل ايه تاني. يلا وصلنا لكونكت فور، وهنشوف بقى مين من الامهات ومعاهم ابنائهم او لا. ده انتوا الاثنين مش انت معاكي ادهم وانت معاكي رهف، حلو. انتوا جايين وانتوا من بدري، انتوا اللي بتكسبوهم، فانتوا شايلين اسامي الاسر دي على دماغكم والله، وعمالين تكسبوهم وشاطرين قوي. هنشوف بقى مين فيكم اللي هيكسب طنط وطنط، ها؟ وهنكون قد ايه، اربعه، امتى، مش عارفين، تعالوا نشوف. جاهزين؟ جاهزين. يلا، احمر ما جاتش، اصفر يلا جت، احمر جت، اصفر يلا يا رهف ما جاتش، احمر اصفر يلا احمر، جرب اول هما خلاص. انا حلو قوي الكلام ده، حلو جدا، اصفر برافو، حلو اكتر، احمر برافو جدا، الله يا بنتي. كنت تلعبي باسكت ولا ايه؟ اصفر، الله عليكم والله، برافو، يلا احمر ماشي، اصفر ماشي، احمر بدلك انزلي بقى هنا هنا، ايوه nice. اصفر برافو. احمر احمر يلا جربي، ايوه برافو برافو، فاضل لك واحده، اصفر فاضل لها واحده، حاولي تقفلي عليها. يلا يا ماما قفلت، ما قفلتش، يلا احمر. لا يلا يا ماما ما جاتش، ما جاتش، اصفر يلا يا ماما، احمر شاطر يا ماما، يلا يا ماما، يلا يا رغد اصفر، رغد يلا يا رغد،
احمر. يلا يا ماما. ايه اللي بتعمليه ده يا ماما؟ انت اصلا لعبتي مش في مكانك وهم كسبوا برضو. اخيرا الفريق الاحمر كسب برضو في الكونكت فور، حاجه حلوه جدا جدا جدا. تعالوا نروح نشوف يحيى وكنوز هيقولوا لنا ايه ونرجع نكمل العابنا وحركاتنا.